سيد الوزير، جئتك من قرية أنهكتها ثلاث عائلات، وغاب عنها الأمن والأمان، وغاب عنها التوافق، والجو عكر من دار الذكر، والناس تعبت من دار النسناس، حتى ماتت العجلة من دار أبو فجلي. لذلك بدنا حل مشان الله. وأنا باسمي وباسم شباب كفر اللوز أطلقنا مبادرة شبابية، وأناشدك باسم الوطن والمواطن أن تقبلوا هذه المبادرة والتي أسميناها اعطونا فرصة. وشو نزلك عن البلد؟ هذا يا ابن عمي، كنت عند وزير الحكم المحلي، قدمت له على مبادرة شبابية لحتى إحنا الشباب نقود المجلس بدل الثلاث ختيارية اللي أنهكونا. الثلاث ختيارية إذا سمعوا بهذه الخبرية والله لا يكلوا هادات بالك. إنتوا قاعدين هان تتخرفوا والمي ماشي من تحت جريكم. شفيق، شو صاير في البلد ولا؟ احكي قطعت قلوبنا، قول خرف. ولك احكي هش مالك احكي. بالك قاعدة وإيدك على خدك، بشوف كم صافنين زي الدافنين بكيت أهلهم. شو الدعوة؟ خلك شاب جاب هالمبادرة، شو بده يصير في الدنيا يعني؟ قولوا رأيك شو؟ لا يمكن أمشي هالكلام، أعوذ بالله عركبتي، المجلس عندي خط أحمر، أحمر! بلا قانون شباب بلا قانون هم، القانون الوحيد اللي بمشيني وبمشي شغلي وخدمتي للجمهور ولشعب شفر اللوز، قانون ويل عليكم، يلا خطركم! خطريني زهمرت ولا خرفنت يا وداد؟ أنا بعدني أبو العبد هز ولبد بكوتي وشبابي، الله لا يعيشني إلا لوجه الكريم. آمين يا رب العالمين. شو ها؟ فتشرت قصيدة؟ سمك خبز رز؟ هذول شطار يا وداد، والله حمار كبرسي ما بحملهم، كيف أنا بدي أحملهم للدار؟ على حساب، ما زهمرتش ولساتك بكوتك وشبابك. يا رجل بدنا أغراض للبيت. دائما عندك هات هات هات، والله ما ضليت تلحنيها وتغني هات هات، نفس اسمع من لسانك العسل. خذ يا ابو العبد، خذ يا ابو العبد. حاضر يا حبيبي، هلا بقول لك خذ. استنى شوي. ايوه خذ عدوينك. ايوه يا ابو العبد. ايوه بدها همي. خذ يا ابو العبد. شو هاد؟ زباله يا حبيبي، كبها بطريقك يا ابو العبد. زباله؟ يلا. طيب من الرايح رايح. الهز ولبد قال، والله ما احنا شايفين منك اشي.